بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. دمي أباش بيت بنرين هجا وبركفتي اتجلوا داينا و پیش کشکرنا خلقه اکانی اج برنامه روپل خلقه برکت. اگر خود حس کرد بردوامی داینا هلویست مسلمانان درباره قدسه افرویدانت بردوامن شهر اسرائیلین داگیر کرد بردوام سر غزه امج ده بردوام بین و ده بردوام سر به چند را وستین که پیدوی هلویست مسلمانانی چوا بیدن چوا بروانیش برای خوی مسلمان کردن چوا پشتوانی لیب کردن کی هیا پشتوانی لیب کردن بوچی نو که اف دولت مسلمان پشتوانی مسلمان آگن القدسه افروکه دا ما مستای هجه و برکفتی ما مستا ملا رشید سگیری ادگل مدایه دی گنگشه السر به چند اگین ما مستا هجه تو گلب خراتی سر چاوید من گلب خراتی ما مستا درباره قدسه و اف رویدان دیماهی چه بوی دست بکی همه اگرم ویب سیاره بکن که اره هلویست ده چیه ما مستا پیام ده چیه درباره به چنده بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو بسلمان مهمة بسلماني أوى تتشي بيجي بكاري همي الأنبياء نجي أبا رسالة وانا نوم وانا وقت يخدي تعالى أو أنبياء أو قافلة بيروس فريكي رسالة وان مهمة وان هدف وان تزفريت طبعا بو نقطك مهم أو دائما أبا رسالة ويا نصرة المظلوم والخصومة مع الظالم يعني دائما أبا رسالة بسلمانية أرضي دا الدنيا إذا خدت على تكليف كده يعني في اللي خاصتي بيشتي طبيعي ما دفيت في رسالة أداكة أرضي دا مهمة تدفي أرضي دا برسينك ظالمي بجري أو ظالم كبير وهاري مظلومي بكي أو مظلوم كبير جي هكذا تبري خب دي رسالة إسلامي جي يعني وقت هاتي دا سبيكي وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم أو نام فريكي دين بو ملوكة أرضي طبيعي أف هدف رونكر أبي طبعا وقت قائدك فريكي أو مبعوثك فريكي بو دف كيسرا وقت وان طلب كيري كتي ناطينا شي قلت والله مهمة ما يوفي ديني أو إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد إسلامتي أبي الدين التحريري أنا ديني رقية دين يهاتيك ريزغار كرنا طبعا ملتا وشعوبة وحتى دي مايكي ما بس في أمنهاتنا أنا أرضي داجر كين ونأخو زنجين كين هلوكي أو حملات عسكرية معروفة عبر التاريخ بو في غرازي بين يوم أكهين بسلمان بن خو تشتكي وجه منافتة مدامين نسال أرضي خو ودي إدارة خو بريبا بن ومهم بريبا بن بس أم عنصرية قبولنا كين أم طبقية قبولنا كين أم ناهل هندك بن عبد هندك أبدا بفي يعني بيان كرونكر بأنه رسالة بسلماني هدف أبو سلماني أو في أرضي دائما أو هاري مظلومي بكت عامة كي إسلامتي وصل تعريف إنسان كد بيش أجل مروف ألم أخو حسيا بإيش أخو هست بكر أو إساخة بس كده هست إيش أكيد ذكر تو إنساني وتو إساخي طبعا دي دين الإسلام جد دين إنسانيتي بجاي كده مقارنة بكي ال بناخد التاريخ الإسلامي اوان مروفا اوان شعوبا اوان سر كردا اوان شاوا احساس بيتكرو شعور بيتكرو وشاوا الراد بنبا بوهاري كرنا مثلا انسان مظلوم مثلا تعدوية لكت بجاية كتبت امثلة تاريخي دينين السلفون مسائل ذا واف امثلة تعبير الإسلامت كتعبير العقيدة إسلامت كتعبير الرسالة يعني إسلامت كت أبا واجبوان يعني كذا بلندجي پیغمبري عليه الصلاة والسلام دور قادة سر كردا دور كزور مهمة أو دور طبيعي وليد كت أجر أو قائد أو سر كردا أو ريبر مروبك شريف بيت أمين بيت مخلص بيت يعني خدا العقيدة بيت ملتي بيجي طبعا دي جوفلي كده ديف كبت كذا أجل أوي فاسد بيت أوي خراب بيت اعتيادي دريك الملة خو جريت طبعا بشتي حرب عالمية إيكي أجل أن بريخو بدين التاريخي في نظام درست بنظام سياسي ونظام جغرافية عالمي كذا
پشت حرب عالمیه که و پشت سقوط دولت خلافه سال 1924 کده اف نظامان که درست بیابان بین اف دولت کده بجنوی حکم جبری پیغمبر اشارت داده حکم جبری بلی هنگید گوتی پیغمبر حدیث خودا گوتی ده نبوه بید پاشی ده خلافه بید سرمنهج نبوه پاشی ده ملک عضود بید ملک عضود ملک اسلامیه تاریخ اسلامیه هاوه گه به امشانازیه پید کهین تاریخ طبعا اموی یا بجلی هندک نقاط ترش کده پس هم شانازی پید کن وقتی موجود طبعا جیش جوان قاده تون هشتین هندی و سینه وقتی او ملت و شعوب انقاص کردین طبعا وی وضع کده و هم شانازی پید کن وکی ایکش با طارق بن زیاد و دیگل موسى بن نصير جهشتنا برتغال و أو فرنسا و او الدين و او رناهي بريميلا بهمية دولة اموية طبعا حكم عضود ملك عضود هاركي بيغمبر يشار الدوية ملك فيه خير يعني الدينية الإسلامية عندك مخالفات تنشبتي مثلا حكم وراثي كذا أو مخالفة كحكم بصرمانة شورايا وهل بجارتنا كذا يعني ناتشي بتيك بهت خب صبينين بس وان أوكر بس قلبي شندي آلای اسلام بلند بود حدود اسلام طبعا تابنا تطبیق کردن عزت بصرمانی طبعا یا پاراستی بی یعنی اگر شخص لای دنیای جنکک با آن ظلامک با تیشی طبعا ایهانه با جیش اسلامی المقر عاصمه دیچید مثال شبتی معتصم وقتی جنکک انقره گوتی و معتصمه اوی ربع میلیون جیش درست کل سامرا عاصمه دولت اخو و تو طبعا جوی مسافه شو غير عموريه بكر وهو جنك انقاذ كبير خب ده غيره توان افر رساله اسلاميه بر بجي اف نظام ملكي عضود ملكي عضود خير تذهبي تقريبا او ملكي عضود بشتي يعني خلفاء الراشدين هات او ملكي عضود استمر حتى حرب عالميه ايكي بشتي بحكم جبري حكم جبري ثورات وآجر بردان وانقلابات وفساد حكام البصرمانة همو طبعا بشت حرب عالمية هيكي تينا دانان وتينا دامزرادن وتينا يعني بشتوان تيتا جرتن اگر ده تبلا يعني او يعني اكد بيجن ليبدن او توقيع كان بو الصهاينة وصليبيا دي چكن دي بيش ديوة تعين كان دي بنا حاكمة البصرمانة بس شرطكي هين محاربة إسلامي ديكن محاربة بسلمانة ديكن دي سجنة تجيين مصلح كان وي وقتي طبعا دنجة حقية طبعا دي أو كان وشعوبة خودي برسي كان ودي فقير كان وشبتي أهو بيقوي بيجنا في حكم جبري حكم جبري طبعا مصيبتك كما ظنة كاريسة كما ظنة حكم جبري مصيبتي خلاص بما مستهجة دي خلاص بيشا حكم جبري حكم جبري اما بيش حرب عالميه كي يدرس بي تو بلا خبر درن انزي حف بينجي وحف دوله بك هنا حكامتون تشي هميا قلم دي جواسيس الصهيونين او الصليبين او هيج دال ملت يخوننا ديال شعوب يدخلنا كذا حتى او حاكم قران يجيب خيني بوالينا كا الا طبعا افصابه دي شوا شوا سر بي دابا تقول دي شوا كذا بيغمبر مزقين يدتا بجيت بشت ملك جبري دي بيتا خلافة منهج نبوته دي زبري تبا دنيا دي زبري تبا بو چنكي وقت يخد تعالى پیغمبر فرأي كري هوس الدنيا تجي ظلم ببي تجي نحقي ببي طبعا تجي خرابي ببي تجي طبعا تجي بالدنيا رب العالمين يعني قلت اف ارض محتاجي بورانك يا بورانشا خد تعالى پیغمبر فرأي كري اسلام فرأي كري طبعا بوي بو ارضي پیغمبر مزگینی ده تمام بشتی بی ملک جبری اف ملک طبعا یه فاسد بله ده خلافه هید على منهج النبوه افا قدنا پیغمبریه و اگه دیشید اسلامتیه داجی اگه تو برای خوب ده قوانین الدینی اد بیجید کنگی نصر و سرکتن و گهرین و وضع و حال روشده هید بشتی طنگ بی دنیا اذا ضاق الامر التسع ها بگه به حال بسرمانه طبعا چو وقتا شبد ویگا ویلی نهات که الا او دم نبید وقتی هولاکو هات که سر بغدا و خلاف عباسی طبعا او سری اینا یا بس بس بگه به هشتا خرابتری لیهاتی بتا اسلامی ما مستان بوچی گشتی نوی روشه یعنی بسلمان بوچی و لیهاتن و اکیتا مجا پیدای که حاکم اکه بیتن چه پیوندی به اسلام و نبیدن و اگر قرآن ایجیب خینیتن و اکیتا مجا پیدای بیدوی ام باور جنکین یعنی بسلمان نه بسلمانن چوا قبیل کر اف حاکم بین السرسری بوچی یعنی غیرت و گشتی کی و بوچ و چونکه خیمه اسلام راوی خلاف اسلامی طبعا نما خلاف اسلامی یعنی بگوی دولت عثمانی دولت کده
طبعا ملحد وعلماني ودجمني خدي كذا دائما تابيني نابجين طبعا معصومنا وانجي اخطائتين كذا بس اجتو بنخود ابا طبعا وي دولتي مثلا ايك شبتي بايزيد الصاعقه كمثال يعني ابي تمثيل اسلامي كذا وقت زاني ملكي بلغاريا امبراطوريه بلغاريا تعدوي كيري طبعا الانسان فقط يعني او هندك مروبه قندك كذا الى اخره أبي رأساً طبيعي هجوم كده سر دول البلقان يعني كان دولة 11 دولة تقريباً همي في ريزقار كده بخاطرة يعني چنكي ملكي بلغاريا اعتداء أو تجاوز كده بي كده وقت ملكي مجر رسالة بفريكري رسالة بفريكري قلت بشي وجه تو في مملكتي وان دولة ضمت كي بو 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 مثلا دولة عثماني طبعا بشتين عندك 550 سالة تابع دولة عثماني بشبة بلغاريا مثلا هالويري وي رأس الرسالة وقت الرسالة بو بايزيتاتي صائقة قلت شب شو وجهتوت كي هكذا هنا رسالة بو فريكر رسالة بو فريكر بيجن حمل القرآن هكذا بلند كالقرآن قلت بحق هذا القرآن أس بيجمانغو أيها الأوروبيون فأوروبي أو من يعني وقت منافس قال من يعتدى من يعتدي منكم على حرمة مسلم لا أعملن السيف في رقابكم ملكي مجر طبعا أو كذا وفعلا بيشتينجي وقت بابا بيحس يوي قلت يا باشا في رسالهات كالبا يزيد الصاعقة وهني بيدنجن ترابن جيشك جيشك درسك بيز دولة طبعا جيشك يعني معروف كذا بس طبعا شوني يعني كتاي بينا كان جي اف اسلاما بسلمان الرازي بين ابا حكمي ليب كان اف نمروفا اف انسان نشوان ابنك حكمي البسلمان كان نشوان نا طبعا سارديني وان نا يعني هيش همزة وصلنا بين وانيا مهمة وان اوا يعني او خزمته طبعا دجمينة اسلام بكن ونيارة اسلام بكن برندي جهشتا فيلا طبيعي قيادة جي ماني غرب او منتصر بالحرب العالمية ايكي وحرب العالمية دويجي طبعا انسان منتصر يبسر كبير طبيعي له الكلمة يوية اف نظامة طبعا هو صاي شاكري وبسرمان جي طبيعي مقودة ايخستنا كراسة كي وصادا شكي بسرمان بقيادة حركة كم قيادة وقت پیغمبر رسالة فريكري مثلا بو مقوقس وقت دايا في مندوبي قلت بجيني با بسرمان بيت اناوي سوال لك المقوقس او جعالم بو يعني قلت بوشي پیغمبري هنگو دعا نفين طبعا القوم يخونات كرن وقت المكة هدار تخستن انا اوجي لازفري قلت بوشي عيسى نفين وان منوانا كرن او التأمر كريكو عيسى بكجن انا رأسا راست يا مقوقس قلت والله إنك حكيم وجئت من عند حكيم يعني إنسانك حكيم تلدفئك حكيم يعطيك بيغمبر عليه الصلاة والسلام قيادة طبعا يا بصرمانة ها أباب سريها قيادة جي وقت جهت في أستي يعني في وقت بصرمان محتملة دي شابلن شكي قيادة دولية جلك مزنة وقيادة البلندت بيجيد أشقى الرعاة خراب ترين قيادة أوا من شقيت به رعيته من التي بيتان يزار بيت هاش باتي يابان مروفتاني بس قال بيشاني افا ست صالة امد في كراسي دا افا ست صالة اسلام يا غائبا نهائيا سبرا اسلامي نيا حياتا في مجتمعي في الحكام ابدا يعني خلال ست صالة بس ما املي هي ومبوري هي وقت بيغمبر بيجد في رأس كل مئات سنة يبعث الله لهذه الأمة من يجدد أمر دينها أبا مئة سنة بوري وإن شاء الله خدي تعالى جارك دي أبي أمتي كيف أمتا نامريد أف أمتا نساخ بيت أف أمتا تادجريد بس أف أمتا نامريد بو چكي رسالة في أمتي خدي جن مشروع في أمتي مشروع يعني خدي جن أشار الغزة تدبيجي أفا چريس كيك بيت بو هل كرنا أوي مجددي كو بيهتن و إدي بسلمان هست بغيراتي بكن شكو أجر أمسح كيني في قوي بسلمان واج بسلمان إدي نوع غيراتي كو الدف بيداد بيتن و عزت نفسي كي هست بيت كن بشتي في شاري ماستا صحوه إسلامي طبعا دس بيكر طبعا بداية سبعينات دس بيكري بس بلينجي إسلامتي شبتي تبيني مثلا تشتكي عملاق يعني كائنك عملاق بو شرين قيدانن بو تخدير تخدير بو دانن ما بي نرستي طبعا دمار بشتينجي تخدير بعدا هيدي هيدي او عملاق ربي تبا
إيراد بيتفا أف إرهاصات إن كان بينين أف تشتم جابت خد بينين القرآن بيشتي آيات حديث بيشتي معجزة أمد بينين أبي إشارة أبو هندي أبو في أمتي بيشتي الدورة في أمتي دي رابي تفا شكي أف أمتي خده فريكري لقيادة البشر أف أمتي نواجب يعنينا إيك قيادة وامكد هل كسي قيادة وامكد دي مالي لخرب كد طبعا بيشتي حرب أطول حرب كوني دا دريشترين حرب كوني دا بين الحرب الباردة أو شيء طبعاً بشت حرب عالمية دوية تسبيكل نبين روسي ونبين أمريكا يعني الشرق وغربة نظام عالمي انهيار بي صلاة نصدو هشتبنه وقت اتحاد السوفيتي طبعاً عرفت كي في نظام دجي طبعاً بلنك كي نو أو جي دي منهار بي شكتي دانيا النظام قانون الإسلامي دا دائماً نصر سركة تيتن بشت ضعفه بشتي لوازيه بشتي تنغاغيه بله پیغمبر وقت هجرت كري دنيا لطنق بي هج يعني نما عردك يعني بيبا بشيت وشتفت بي أبو بكر ديف طبعا حسابات مادي يعني هل وكي قلت يا رسول الله إن مشروعنا قد انتهى يعني خلاص يعني مثلا ما كلام وكذا بس پیغمبر عليه الصلاة والسلام أبا كابو مجي عقيدة بيشتنا المشروع الذي معه الله لا ينتهي قلت لا تحزن إن الله معنا إذا مشروع خدي تقلبت طبعا نهرفت مشروع رب العالمين تقلبت كذا بيغنبري بشاتي بشكفته الوي شكفته وي بشاتي وي طارية كان يضع لبنات الدولة يعني بوي قوة بوي هزي بل هنده جي يعني ها بيجي ببوش يم بيجين وضع بسلمانا دي جاركا دي چه بيته إرهاصاتي دس بيتكن بيجي بغزة غزة كتو تماشبكي طبعا عمر غزة بجر كي بيجي عمر غزة تقريبا 3000 صالة يعني بري 3000 صالة غزة يعني بلد بو ده شكي قديم ترين أرض يعني معمور قدس فلسطين أريحة أريحة مثلا عمر أريحة 9000 صالة بختي بجر حتى دي باي كذا أرضك بيروز ومباركة وبيغنبري إشارات دايجي قلتي دمين أمتك أو هندك مروب السلحقية وقت دمين السلحقية طبيعي في وقتي أو متآمرة رخدورة أو أويتك دائما مهنة والمعوقين دائما عالم الصصفة بش لا يضرهم من خذلهم شبت بان حكام العربة وشبت أبان علمانية شبت أبان بدينة بش نظره لوناك نظره يعني قلتي أو مجاهدو أو بقية دي كيربن قلت بيت المقدس وأكناف بيت المقدس أكناف البيت المقدس كيريا همي جزيرة العربة عالم إسلامي همي أكناف بيجني أكناف الجزيرة العربية إذن قلتنا بيغمبري طبيعي دي هيتا وجوده بيش لا يضرهم من خذلهم أنظيمة ونهمي أنظيمة عربية همي الدجيوان همي طبعا هبار الجيانة همي هبار الصهيونيانة همي كذا بس قلبي شندي بلي خبدي يا رب العالمين كم معجزة حسيت كم غزة بلي هنجي من بلي خدا أفغانستان جي وقت حلفينات ورفي بلان بلي هندك إنسان العزل سلاح يوان طبعا ضعيف وكذا وقت يوان عملات خوينا تكلان دين سر يعني بهنا شعب أفغانستان بالتالي تديد أمريكا وحلفينات هنا أمريكا بتني غرب شاوة رفي وشاوة طبعا بجدة وطبعا باي مليارات يعني فروكبان وبتبجم سلاح هيلا نشان بهم هي كابتالة بيتون ده مجموعة أفاه إرهاصة أفاه دليلة بأنه أف أمتا ستعود ستعود إلى المقدمة دي زفرت في سينجيش كاف أمتا يا وصانية دي فرابجيت أف أمتا يا قيادية يا ريبابانية وخدي تعالى جيت قرآن دوت بيجيت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله هذا قاعدة قرآنية يعني إلا كذا أبانك الغزة ردت طبعا أبجي إرهاصة أبجي إرهاص شا إرهاص شبت وقت دي بوران هيد دي بريسي هيد دي طبعا بريسي دي هيد برق دي هيد كذا إلى آخره دي زاني بشتوي بوران تيد كذا بين إرهاص معجزة أوا وقت البيغمبر تيد جال خدين كذا إلى آخره كرامات أوا هيد سخرق قانونية بس نا بيغمبرة إهانة أو كذا حتى أبا تعريفه هي أبا إرهاصات أبا نكا غزة طبعا ريداي أبا أصحسيت كم شبتي معركة بدر
سيدا أول ويري شريط كان مجاهدن يانا مجاهدن با أو مجاهد نبن با مجاهد كينا بابو چی هنده که شما مستوید آینی بخوب خو حتی هر مکرستانی جید بجن او نه جهاد اتی تکرن هنده که جید بجن او هات یکرن هر مثلا زارو که بیتا کشتن مثلا حماس ببر پسی را بلاهرش نکر با سر جیا اف آخفتنا درسته یا نه پانه مگوت ات والقائلین لیخ المعوقین والقائلین لیخانیم هلوم ایلینا ولا یأتون البأس الا قلیلا افت معرکه خندکه اف مجموعه منافقه هون معوق بيجني دائما مثبط دائما بيجي هؤلاء لا يضرهم بنبون الخاذلين هوني طبعا باخد تيل ورزيل كان كذا اخفنا وان بلاخونا دا امامه بلاخونا دا صفتك ديني يلا مصيبته في امتي مصيبته في خلقي مصيبته في طبعا البدايه حتى بس او اماما او اولانا او جهات او وكو حديث الطبري بحث كب حديثة صحيحة بيجيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيجي سيأتي زمان وقتك دي هي طبعا دي أمراء يعني أبيت حكمت كان رؤساء كذا أمراء دي بنا أمراء يعني فسقة أمراء طبعا فسقة ودي بنا وزراء أيضا بحسي وزير أجد كد أبيت راخدورة أوجي إنسان يتخوننا وبحسي قضاة كد قضاء طبعا صفات خيانة للدابد بس مقصده ما بي ويكون معهم فقهاء كذبة دائما علمانا بس مهنا وان مرتزق طبعا دائما مصيبته في أمة إسلام أوا بل عندي علماء يورا نوفيبان علماء بتوفينا بسلمانا وبتأييد علمانيا وبيدينا كان أو لصوصا أو نعلمانا مصيبته ما طبعا أوا بجليرة من قلت أزفيقا في حسيت أخبنا وان هي تناشد لا يضره من خذلهم هيج هذا أرض ميدان التغبيض صعبت كذا او السياريتون بلوك مير سري خبلن كان طبعا او معوقا اولئك حبيطت اعمالهم وان شي قيمه نيه امته اسلام برينا ودائما جسدي وانا الوان فقهاء وان علماء منافق الدجال وان خدانة قلمة ابيت خفروش وان مرتزقة حتى دي مويكي اخو بنا وان كناشي ماني اون بين السلم بو غربي بو صهاينا حتى بيجا في نظام يا كنت بيجين يا فلسطيني يا رام الله او عباس وامثالي توين او حمايته مشروع جيات كان طبعا مهنون اوه طبعا واني الدوني اه بيقى بيقى حالات يجيب كت هل او نظام فاسد دي كتا سجنيبا دي اجراءات دا البوايا الكريد اذن ابا ابغان كري مقدة يعني غزة از حسيب كان بمثابة معركة بدر بشتي بدر دولة اسلامي بتشتكيلي نوب اسلامي طبعا بلند بو وطبعا هات دات ميدان دا هزار حساب بهات نكرن وخدي تعالى طبعا بحث بدريكر كذا بانه خدي تعالى ملائكه فريكريان ابان جي نفس حالتيه ابان او بيجا بيريد معجزيه چنكي ما بستودو دولة انظيمة عربية تين كطياراتهم كجيشهم كمخابراتهم كمالهم كذا دي بلا او كان بستودو دولة نشيانا وبرينة طبعا بيرك أفشان جحيلة كأفتيا رابين كذا إلى آخره إذا طبعا بوان نخوشة أعوانة توان هبالة دي هابنة دي بحسيوان كان دي بيجن باشا أبا غزة خلق تيتا كشتن قنه بشتونة يعني استايونة باشا با معركة أحدي جي وقت پیغمبر شو معركة مامي هات يا كشتن وحفتي هاتي نا كشتن پاني هادي الهوج استايو پیغمبرية او جي قنها پیغمبري بي يعني بري حتى مامي حمزة هات يا كشتن معركة أحدي دا افا چت منطقة افا چت جوا انسان بسلمان خده تعالى بسلمان ادانه بين انتصاري والشهادة چنك انسان اكي مستعد نبيت يعني بيت الشهيد مستعد نبيت في إنسان تضحية دولته وينهار بيت أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إيكو تدى في غبالي قلت يا رسول الله حشتات كم درست قلت بالي قلت يا بل بيك يدخل شدينا أبو فقيرية أبو هجارية أبو نخوشية شكاب دينة هو ست خازت هو ست طلبت كده
تو في شكلي بي دبشي قياده بكي دبشي سياده احتفاظ بكي كذا بجا اخبني توان ملوفا يا بي علامه ابريا المانيا كذا او هيج قيمتني هيج بهانيه هيج كذا او همي ينصبوا في مصلحه الصهاينه والصليبيين يعني هذا كعبر التاريخ طبعا مديد بلى موصل اختنا الجهه كي هبوا نشر كرن من قال لك اسبي معجب ومدفيد ان اسرائيل السيرفر جرام جوران تقول ويعز السلاطين هابون اوی حسان ویسی با گوتی اگر ویعاز و سلاطین یه دبره اوید نوکه ببینن چه دبی شرمش خوب کن تو چه هود بینی؟ تمام یه دبره طبیعی بخو سه صنفت علما مهنه یه هی علم یعنی قسمک بجنه علما الامه علما الامه چه؟ او جهد دیسا بخو اندک جماهیر دیارن گلک تشتانا بیشن بو جماهیری جی بو خلکی داده لیان نمینید او في دانسر ويهيجي علماء الدوله علماء السلاطين ويدو في دانسر كذا يهي علماء المله علماء المله اكتب رخبدي او نوع علمانا ابي وكو طبعا قران والسنه طبعا وبريبت بات وبريبت بات بجل عبر التاريخ الاسلامي اكتب تم شبكي عظمته وون اوان دنياي جوهري اما ابيدي تشيد مزبله دا ابيدي مرتزقا أبيدي أو نوع بشرين تشكي دائما سلطة حاكم محتاج دينية محتاج دينية مزيفة بو تشكي حكم أمتك إسلامي تكاد محتاج عندك ملا عندك بصفة ديني شاشك الدجلة راخو دورة هبن كذا والتلفزيون نشع عالم ابدن دا شرعية ابدني أكاوي حاكم الدين نبت بضد إسلامية بضد عقيدة بضد أخلاقية بضد كذا بس بوش يبان بلا راخو دوري تخوكم كان أب ملايج طبعا نابد بين الأطباء والتجميل بس بي تجميل كان ورشات ياريس بيت كان وباطلي ويت كان حق أب ملايج تاني طبيعي مهمون أو كارتين بس دا الشرعيات بدتخو كان أو شعب أو جماهير علاقة إسلامي بنابا دو اعدام كانت هميه كذا نفيا بلا حتى ابو رقص يبانج حتى ابو يبوقون النفيا بس تشمكي ابي حكمي لك الجماهير كي بسلمانا وجماهير اسلامي على قيد ديني بهي فدي شكت اب حاكمه ان اب سياسيه دين دك ملا راخو دور الحكومه كان دو خيله بالعالم يا كبجنه اباجي طبعا للسر ديني واباجي كذا اجا تو بالي خبت التاريخ علماء بلى علماء مثلا ايك الشبتي ما معركة إسلامي مثلا معركة ملاذقرد معركة ملاذقرد طبعا قيادويتك ألب أرسلان أو قائد السلجوقين الأسد الصهور الشجاع نعم كذا أوي طبعا عدد جيشوي بيستو دو هزار بين زيادة نبين رومانوس الرابع امبراطوري طبعا بيزنطي رومي وبدعمه طبعا فاتيكان كذا سيصد روايتك بيجد نف مليون جيش إنا نف مليون جيش إنا وطبعا الجيش يخد درست كر ألب أرسلان قلت يا أصدر رسالة كيبو فريقهم يعني طلبوا مفاوضات بكينو ما يعني درستا إسلامتي ويريك بقلت يا أسهل كنت بيجنا وقت رسالة أبو فريكري رسالة خاني قلت دي هرن رسالة شيء قلت انجي اسراستم از بهم الري ري عاصمة دولة السلجوقي بي طبعا دولة السلجوقي دس بيت كير طبعا السندي اللي ويري كنت بيجن غربي باكستاني ويري دس بيت كير حتى شامي يعني دولة كيلا كامصن بي رأسا رفض كير قلت يس قلت يس انجي تراستم اسره ريشت اسلامي بين مدر واستبيعي نار راستم الا في الري عاصمة دولة كذا في وقتي ابن كعب ايش علماء الجورة الناف جيشي دابو ألب أرسلان سؤال بكر إنوي رأسا جواب ويدا قلت من قولي نبي القرآن إذا قلت يا خدي دهاري وكب عددي ما قولي نبي خدي تعالى بيشتي وما النصر إلا من عند الله رب العالمين بس دفيت هنيات تخوز زلال وصافي كان وأبا فرسكا جالك مصنع وخطاب دا جيشي 22000 برامبري 500000 نف مليون انسانه طبعا رخي دي رينشتيا طبعا رومانوس الرابع رينشتيا سال كرسيكي ورخو دوري توجي همي قصاوي سنائي انجيل اتخين مدنجكي طبعا بلنج وعو عرش رينشتيا خوري سالجي زير بكذا الى اخره وهي مغرور بغرورة يجهشت بكذا وقتي ادي امامي علماء ابنا
وقتی گوتی خود تعالی هاری خلقی ناکب عددی نه 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 رب العالمین گوتی بس از بوار باب کم از دی هاری که من نصر الا من عند الله اینا رأسا تجیع بو چی بو اینا رابی الب ارسلان نبی جانی برو طبعا کر جماعتا يعني بريكا جيشي خو جيشي كي كيما وبشتينجي هر عالمي قوتي ابدا بالمعركه وقت الزوال يعني رجعيني تنكي خطباء بصرمان هميل سر من بري دعاء ومجاهدات كان بلكي تيركوي بيت بونغو كذا ودستابت معركه طبعا كل الب ارسلان بشتيني بيشكري وامريكا ديجدا قوتي اس فيرا لا امر ولا انهى فيرا طبعا هن بتحرم أبي بيت بلا بشريط كذا أبي نيت بلا بزبري تبع كذا إلى آخره أبا طبعا كي ولي كير كي أبمر دفع ذا كذا أبي عالم ابن كعب إنسان كير طبعا مثلا معركة دس بكر حتى نفرو أو جيش طبعا كتاي بهاد حتى رجع باش رومانوس قرت يخسر كير رومانوس طبعا طبعا حتى بيجا بيجي تغيير ويكير وين معركة نهاية جورين كذا إلى آخره دوري كيبو علماء الدين بو افان وسط الجات كذا بله تبو ما بحث كير تقري بحث ديرو كي وان كير هندي ما صح كير يجي شرط هاتين كيرن نابين صليبيا رومانيا الا يعني شرك ديني بو يجل وسلمانا افانو كتو چواد بيني الغزة شرك اي اويني تي تكرن يان وكي هندي كت بجن شر يبو يا قومي و ايدي موديل اويني نماي نخي اف شر تي تكرن غزة اف مجموعها اف فتيان تني هي تمثيل الإسلام كان نهائياً. أف شرق قومي كان وبدروا أف زعمانا أف قومتشينا أف أنظمنا أبيتوكم مشوه أبيتوكم حركة لنهاية كرن وأدبين مجي أبا خدي تعالى غزة يعني أو بيدا بالغزة جي بو إهانة كرن وري رش كرن وان أنظمانا دار بيش عالمة تماما كتائي بيبت وكتائي طبعا اذ بيجم هزا لعنة سروان كرسيك او بني نسر نخوشي او نكرسيك او مزبلية كرسيك او انسان مبدأ خوب باريزي كرسيك او مقدتا انسان ايكي شبا صلاح الدين الايوبي وقتي قوتي يا سلطان قوتي يعني ارناط ملكي يعني ايكي فرنسيبي ملكي كرك قوتي شو بريك حجيا الويري طبعا عالمي قرتي وكاش جيش درس كر طبعا شوية طبعا قرت إنا ديوان السريوي ليه بكر كذا أبقى باب حكامة بسلمان ما نابين نبي أبا همي دافع عيوان عقيدة بوشي صلاح الدين حتى جارك مموي بلوي إنا يكا تو كردي قلت أس كردم أمي كاري لنا لكن بس أم شرينا كان في سبيل أف قوميتا طنك أم دي شريكا في سبيل أف إسلاما أف عقيدة أود بيش لين أبقان الله كخدي السلام ساخ لأنقل الإسلام إلى أوروبا كلها أو مهم وان أود بيجيت أخبنا كوي يلاك جان بيجيت أخر حاكم أوى أو يوكود قلب التي خونه بيت دائما بريكة خو تجيت كتخو زنجين كتخو عيالكو ويفقر الشعب أو ناجحنا بن أو بسرنا كبن بري خب ده غيرة وان چنكي أبان إسلام أو بريبات بل فرسان الهيكل أو جيش كاثوليكي كي كتو هي بينا صلاح الدين جيش صلاح الدين طبعا تاريخ بيجد أقوى جيوش العالم بي أوي مشاد نبي نبي بيوت دائما وي فرسان نبي جيش وكذا ومعركة حطين مصدر الترين طبعا هو نتائج حملة صليبية بين 200 صلاة سر عالم وإسلامي كو استان بين هندك مثلا قدس وكذا همي كوتاي طبعا بينا بوي اذا ابي بيجيت ابا اسلامينين ابا بنوبه اسلامينيه ابا طبعا اجا اسلام نبا طبعا اسلام هو خلقي ميران يدتي اسلام هو انسان رات كات اجا قوم شي بن ودي اف مواقف ماشي انتو ماركن ابا اسلام وابا فخر ابو مهميا وفا مقدرة بداية تجي بو مرحلة كوني بو في أمتي بو في مرحلاني ما مستقر دي مهيك أم بسيار بكين أم بسلمان چو وخو آمادة كين بو في مرحلة بسلمان حالياً اي آمادة بن كي خدي تعالى إذا أراد أمراً هيئ له الأسباب عزادة قد دليدا بيداد بيت بيداد بوچي بوچي بل طبعا محيط او تعداد جد بل نظام عالمي نظام عالمي ابو بيج بحكم العالم عالمي كد نظام كفاجره نظام كفاسده نظام كبيج يعني ريجا فقر العالم يعني مال مال يعني بيج بدهات يعني في ارضي طبعا دهات هشته وهشت حتى نص صدى تشيت بريكا هش صدى مروه
أبي دي همي يدبي بشن بري خد داني النظام السياسي يا عالمي دروا بقبي قوانين أرضي همي درون بيجن قوانين وأمم متحدة ومجلس الدروا همي كأساس محكمة دولية ومحاكم همي دروا كأساس بنيا فخلق تهربو عالم تيربو حتى عالم إسلامي طبعا بضحية بفي نظام عالمي فبمرور الزمن في نظام عالمي أثبت فشله كذا خلاص وكي وريثه في كده بتا طبعا دفوان رجيه جيروان إسلامه كاتبك مارون ورجم قوية خود داية فلاي أجين قلت قرن بيستو هيك قرن إسلامي قلت شك تيدانية يسري خل بريد دبلا لبدت مع علاقة بينية قلت اسماروني مجلس طبعا فلا ما فلا كاثوليكي بس قلت قرني بيشت فيكي إسلامي وقلت طبعا نظام عالمي تروخت يتشد كذا وأو أمة مؤهل كمكي إسلامي حضارات جن أمتي هكي حضارات جنبت بلا عسكرين يبقوات بدي روخت حضارات مغولة يعني جنجس خان وهولاكو مونيتزاني وان طبعا 45 مليون سروي دمي تشي بيجي 25 رجا 25 سكان عالم عباده كروان طبعا كذا الى اخره عند قوات بين قوات مغوله بس كم قوتك مجرد بحضاره نبو تشنبو نشاء عالم ابدا فانتهابه بعشرات يعني كان صار كذا حضارته الاسلاميه قوته وحضارته علمه زانينا اقتصاده رابينا حياته جينا هميه فاودي بقي ما تشكسنا مواكو بتوارث وبدا شينجر الا اسلامه اسلام في القرن بيستو هيك طبعا بقي نمو اسلام العالمي حفظ صديه زيدت بيت نمو كاثوليكي عالمي ايك صديه او جي العالمانيه او كذا اذا اسلام قرن بيستو كده بتا الغالبيه العظمى وفي وقتي ده شارج بن بجبه هشاد بجبته صد دولته ويرجم قوي خده صد دولته مسيري شيت كرين ينادون بعودة الإسلام صد دولته أبا نبي بينك كذا أبا تشتغل سنبي أبا همي إرهاصات وأبا همي جي أبا شراب خوص واخد كذا يعني حتى يعني نبي سلمان بجبابه أم تشوين لازم نظامك عالمي بيته با لازم عندك قيادة دي بينه با إسلامه قيادة بشرية كل مثلا ايكش مع عمر كور عبد العزيز كان نمونة هبي تصاب كذا الاندلس حكم كل حتى الصيني حتى هندي كذا احصاء كل ايك نما بي يعني بكريدار بن خاني بي احصاء كل كاس نما بي هجار مستحق زكاة بي احصاء كل طبعا البي كاسنا دين دار نابو دنيا تشكي اسلام بو اسلام او تخوين البي اسلامي كذا بجا بيقا بي او مرشح بو اسلامك ببي عرضي جارك ودي عادة يعني حياتا بجين بزفر انت اسلام كاسي دنيا قطو قط بله ما مستوى هجا جالا جالا سباس خدش ترازي بدي خلاك برنامه رو پلدت و تجال مدوي دوباره خدش ترازي بدي بله بنارت هجا و برکفتی به جاره جمع هاتینه دماهی ها خلک برنامه روپل کلسر هلوست مسلمانان بود درباره غزه تیدا بحث دیروکا اوه چنده ها تاکرن ما مستای بجوانی شروع وگر که چه شارت تاکرن و پیتوی ام برسینگی که بگیرین و چاوا بگیرین حتی اما اینو خلک ها بهتن بمینن شاد و بخت ور.